أبو نوران، بروح إلى مباراة النصر والفيحة. شفت تبديل وضع تاليسكا بعد الهدف؟ شفته ولا ما شفته أنت؟ لا ما شفت. سجل الهدف وكيف يتمشى؟ لا ما شفت. ورونا اللقطة، ورونا اللقطة. إلا شفته. شفت ذكرها؟ اللي صار، اللي الاحتفال اللي سجل فيها. أبغى الهدف. أبغى احتفال تاليسكا يا شباب. بس كابتن طبيعية عادية يعني ما أبغى احتفال تاليسكا بعد الهدف، تبديله ولما طلع، ها تبديله ولما طلع طبيعي. ما 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 فيها شيء يا كابتن، يعني هذه دائما يعني يكون ردة فعل من اللاعب يعني عادية. أتمنى أنها ما تتهور. شوفوا طالع عادي. لا انا اشوف بعد الهدف، بعد ما سجل الهدف الكل اجتمع واحتفل، هو في مود ثاني. ممكن يا كابتن كان متضايق من التغيير، فانا اشوفها طبيعيه ما فيها شيء يا كابتن. ابغى فيديو اللي سجل فيه مشاري بوف وتاليسكا يمشي، ابغى اشوفه. فيه؟ ايه يلا. طالبين ايش؟ عرضينا قبل امس. بالنسبة يا كابتن حتى حقت عبد الرحمن العبود، الاتحاد لما سجل الهدف الأول عبد الرحمن العبود كان قاعد ما قام احتفل. طبيعية يعني. وأنا أشوفها والله طبيعية، يعني اللاعب زعلان، يعني كان شايف أنه هو كان يقدر يعطي أفضل، يعني كان خلاص ممكن لو أعطي وقت زيادة كان يقدر يسوي فرق مع الفريق. وحقت وقتها بس يا كابتن، البطارية تفصل وترجع عادي. بشيل ما في، طبيعي طبيعي طبيعي. والسيارة ما تطفي لما تشيل الفيش حق البطارية ترى. هذه اللقطة، تفضل يا محمد. هتشاف شاهدة في زاوية ثانية واللاعبين يحتفلون، ها هنا تلقاه طبيعية في توقيت الهدف، في فرحة الهدف عادية والله يا كابتن، والله ما فيها شيء. بالعكس هو زعلان على نفسه، هو زعلان ممكن انه ما قدم شيء، وكان شاف لو انه كمان اعطي وقت شوية كان حيقدم افضل. طيب. وطبيعية جدا. يعني ما اتمنى انه كل شيء يعني كل شوية بتهول، يعني تاليسكا يعني ايش قاعد، ايش قدم وايش سوى وايش الاهداف اللي جابها يا كابتن. محمد كما امتدحناه، لما ننتقد لوضعه طبيعي. انا قصدي يا كابتن، انا قصدي فطبيعي بيجي له دروب يعني في المستوى شويه. يرجع؟ اكيد يرجع. اللاعب الكبير يرجع كابتن. ترى ست مباريات لم يسجل. اللاعب الكبير يرجع في اي وقت. اللاعب الكبير. طيب روسو بدا هنا وبعدين نزول عمودي. خلاص اللعيبه يعني جاهم هبوط في هبوط في المستوى وهبوط برضه في نتائج الفريق. وما ننسى انه النصر اول ما مسك المدرب هذا يعني ما شاء الله يمكن قعدوا 10 مباريات كابتن، فوز فوز وتعادل فوز فوز، فطبيعي يجيك الهبوط في المستوى. المشكله لما يجيك الهبوط ما تقدر ترجع ثاني. فاتمنى انا مو كله ما يجي دروب للفريق ولا شيء، اقول لك المدرب ولا اللاعبين ولا يعني خسر. يعني ممكن ليش ما تقول يا كابتن خسر ثنتين وتعادل واحده وفاز في 10؟ طيب ليش ما تقول يا كابتن انه عدم الحظ، يعني الحظ ما حالف الفريق في هذه المباراه. يعني انا تعبت لي سنه، تجي تهدم لي شغل سنه كامله في يوم واحد. طيب في مباراه واحده. هل مشاري بوف ظلم في النصر في عدم اشراكه في المباريات الماضيه؟ هو الفتره الاخيره اللي ما كان يلعب. انا كنت اتابع البرنامج هذا، سمعت احد من الضيوف عندك ما ابغى اذكر اسمه انه مشارب هذا ايش اسمه جوناثان افضل من مشارب بوف. واحد من الضيوف قالها. ايوه انا صراحه ما انا اشوف مشارب بوف هذا يعني لاعب صراحه كويس وافضل من ذاك ب 100 درجه. مشارب بوف افضل من مين؟ افضل من جوناثان والله العظيم. كم كثير؟ لا ما في والله افضل منه بكثير، ولا في مقارنه اصلا، يعني مع احترامي. انتبه للنصر ما وفق في اللاعب هذا صراحه. يعني انت اذا قصدك انك تجيب بديل لحمد الله ف لم يوفق. ما وفقه. يعني النصر جايب جوناثان على انه بديل لحمد الله؟ ايوه مو هو جايبينه مهاجم وكذا. هو مش مهاجم.
انا اللي عرفت انه مهاجم. مش مهاجم، هو مش راس حربه تقليدي يعني. لا بس ما وفقوا مع احترامي. ما راح يكمل مع النصر جوناثان؟ ما اتوقع، ما اتوقع. نقفل ملف النصر. ارجع اقول لك الفريق هذا. تفضل. مين؟ لو فريق النصر. فريق النصر. لو 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 اتحدوا، عرفت؟ ولموا الشمل. اللي برا الملعب ولا اللي جوا الملعب؟ الا برا ولا جوا يا كابتن. والله العظيم. والله العظيم يا كابتن 15 سنة قدام، يعني أنت ما يحتاج تغير إلا محترفين فقط. يقدرون يلموا النصر؟ سؤال، ليش قاعد يلعب شو اسمه دحين بخاري على وليد؟ ليش قاعد يلعب؟ قاعد أسألك يا كابتن. ممكن يعدوه للسنة الجاية. لا أكيد النصر حيجيب حارس أجنبي؟ حيجيب حارس أجنبي. أكيد أكيد. أكيد 100%. عندك. بس ليش؟ طيب أنا مثلا مدام هذه ترجع على نفس المدافع حق الاهلي البرازيلي يا كابتن. طيب انا ليش ما اعطي الشاب هذا فرصه انه يلعب؟ ما دام كذا ولا كذا هي اصلا خربانه. يعني اذا قعدت مع هذا ما حيصلح شيء، فاجيب واحد خليه يجتهد ويثابر، واذا ثبت نفسه يمسك. ما عندنا هذه دحين نحن في الدوري السعودي يا كابتن. الاجنبي له الاولويه. اكيد. بروح نرجع للاهلي. واحنا لعبنا محمد كوره وعارفين مشاكلها، الاخطاء الدفاعيه اللي في الاهلي اللي قاعده تصير كل مره ندور لها سبب، هل هي فرديه؟ تدريبيه؟ ضغط اللي قاعد يصير لهم، ايش اللي قاعد يصير للاهلي من اخطاء؟ يعني تخيل ثلاثة اهداف من الاربعه باخطاء فرديه واضحه. ونحن ممكن يا كابتن يعني نحن كمشجعين ليش دائما نقول المدرب المدرب المدرب؟ ليش ما تيجي تشوف اللاعب هذا؟ يا اخي هذا لعب 5-6 مباريات، كيف اداؤه في المباريات هذه اللي لعبها؟ صح؟ هل في تطور؟ يعني انه هل في تحسن في مستوى؟ تلاقي ما في، وتلاقيه برا، صح ولا لا؟ عبد الفتاح عسيري اتكلم في نفس النقطه هذه، قال انه اللاعب السعودي اذا ما كان كويس في مباراه يطلع ما يلعب، ما كان كويس ما ينعطى فرصه انه يكمل، يقول كمان يديه 10 دقائق. بالامانه يا كابتن شوف هذا محترف. انت تروح تجيب اللاعب من نص الملعب وتدخله ال 18 وتفك وتقول له اتفضل، تكفى. كيف هذا تقول محترف؟ امانه هذا لو لاعب سعودي حيلعب ثاني؟ لا اتحداك. لا ممكن يخرج يروح نادي يروح يلعب درجه اولى، ممكن يلعب درجه ثانيه، اما يلعب في الدوري السعودي ما اظن. يعني المدافع هذا ما يلعب في محترفين المفروض تتكلم على انا اشد فيه يا كابتن في نص الدور الاول. يعني كان قاعد يلعب وكذا، بس بهذه الصوره ما يلعب يعني هذا شبح، هذا جني اللي جايه بالكوره ولا كيف؟ هو شايف الكوره مو شايف احد جاي داخل ولا كيف؟ ولا لابس طاقيه تليخ؟ فقسما بالله يعني حرام هذا يلعب في الدوري، مع احترامي والله. والله انا مؤيد لك محمد، ترى تكلمنا عليه امس. حرام حرام. والمشكله يجي انت شلت معتز، وانت شلت عندك طلال عبسي، عندك يا اخي لاعب السعوديين قسما بالله يعرفوا كويسين، ترى ويحبوا الفريق ويحبوا الشعار. خليه يغلط. طيب ما دام هذا قاعد كذا خليه يغلط مره مرتين ثلاثه ويتعلم يا كابتن. طيب هي تكلمنا على المدافع كثير وعلى اخطاء. ليالي هنا في الجوهره ليلى رسمها جمهور الاتحاد بكرنفال رائع وكبير للغاية. من يشاهدنا في الوطن العربي الكبير صدقوا هذه الصورة، صدقوا هذه اللوحة، bring it home للاتحاد، إنها يريدونها، لوحة ترسم في بيوتهم، لوحة ترسم للعودة، ويأتيها الاتحاد بهذه الصورة الكبيرة. يا لكبرياء هذا 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 العميد، يا لكبرياء هذا الكبير الاتحادي المونديالي، يا لهذه الصورة الرائعة الخيالية. نحتاج رسامين كي يرسموها، نحتاج يروم بأنظار الشعراء كي يكتبوها، نحتاج بهذه اللوحة وبهذه التحدي على عيون حجاز الغائب الكبير عن هذه اللوحة. هذا اليوم الاتحاد
الاتحاد يا سادة يا كرام، وأتحدث لمن يشاهدنا في الوطن العربي الكبير، أقول بأن الاتحاد المنفرد والفريد الوحيد في الوطن العربي الذي يستطيع أن يرسم لكم هذه اللوحة الخيالية، هذا الإعجاز الكبير تروى في مدرج الاتحاد، إنها قصة أكثر من 90 عام يا سادة يا كرام، يرويها عشقهم وحبهم وانتمائهم وكل ما يمكن أن